مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مواطنون مع وقف التنفيذ. يبدو أن شريحة واسعة من المواطنين الجزائريين لا تستفيد من المساكن الاجتماعية التي توزع دوريا على مستوى ولايات الوطن وعلى مدى السنوات. يعيش هؤلاء المواطنين على أمل الاستفادة من مسكن اجتماعي باعتباره حق مكفول بمقتضى الدستور، يراودهم الأمل في الانتقال إلى الحياة الكريمة بالحصول على مسكن هو حق لهم، ولكن أمالهم تتحطم كلما أعلنت قوائم السكن ولم يكونوا من المستفيدين منها بالرغم من استحقاقهم لها. سنسلط الضوء اليوم على 4 أسر جزائرية ممن لم يستفيدوا من السكنات الاجتماعية. حلفاوي رشيد مواطن هو أحد هذه الأسر، يحيا منذ 23 عاما على أمل أن يستفيد من سكن اجتماعي يجد نفسه مشردا هو وأسرته بعلم السلطات. قبل أن نتطرق لهذه العائلات ونسلط الضوء عليها، سنستضيف النقابي المستقل ياسين زايد الذي تنقل لهذه العائلات ووقف على معاناتها. وقبل أن نتصل بياسين سنتابع تقرير الخاص بحلفاوي رشيد، المواطن حلفاوي رشيد الذي انتقل إليه ياسين بالإضافة إلى الأسرة الأخرى حتى نتعرف على معاناته. السلام عليكم. وعليكم السلام. وش راك حبيبنا؟ بس وش اسمك الله؟ حلفاوي رشيد. حلفاوي؟ حلفاوي رشيد. حلفاوي رشيد خويا اسمك الله؟ حلفاوي مهدي. مهدي وليدو. وش سي حلفاوي سي رشيد وش القضية هذه؟ اسمع، حنا جينا سكننا هنايا مدة 19 سنة، جينا كرينا عند المرأة كرات لنا بالرضا بكلش وساكنين، وأنا أب لستة نتاع من أم وأربعة أطفال، وخرجت من السكن ورمعت لي ورمهوني الشهر وراني بدون مأوى، وأنا مرمي بجهة ما كان حتى واحد يشافينا. جرينا درنا بواسطة، جرينا في البلدية، جرينا واسمو درنا دوسي تاع السكن 2001، درنا في البلدية، درنا في كلش، وما كان حتى واحد شافينا. واحد ما والو، وخدام في مؤسسة وطنية وكلش، وما كان حتى واحد يحب ينقذنا ولا يشوف النداء نتاعنا. يعني نشوف فيها الحالة هذه تاع المطار، هذه العائلة أفراد تاع باقي العائلة وين راهم؟ كل واحد وراه شغل. نص راه مرمي في جهه ونص راه مرمي في جهه، كي حنا في القش تاعنا ساكنين عند الناس، ما راناش في عائله مجموله. قلت لي مريت شويه صغير. قلت له مريت مع وقت ذهنية. نعم. ثاني نشوف بك يعني ثاني يعني عندك اعاقه. انا نعم. 23 سنه. 23 سنة وانا هنايا ونجري ونشكي وكذا، ولا ما كان حتى واحد يحب يشوف فينا ولا يشوف فينا ولا يحوس علينا ولا يقولنا واش راكم ولا كيفاش راكم تلبدوا كيفاش راكم تلبدوا. واحد ما يشوف فينا. دوك مول السكن هذا يعني خرجكم من السكن؟ خرجنا طردنا. $300 كومبليتمون راه ما حبش يعرف. لي زوتوريتو كش ما اتصلتوا بهم؟ اتصلنا بهم قال لك احنا ما نقدروا نديروا والو. ما نقدروا نديروا والو سي صا. جات تنفيذ امر قرار باش يرمي كل الشارع تخرجوا خلاص، هذا ما كان ما حوشوش مكان. ما عندناش كون عندنا وين نروحوا. لانه اصلا ظن كاين قانون اللي يمنحهم باش في ظروف كيما هذه باش عندهم قانون ما حبوش يستعرفوا به. يعني في ظرف كيما هذا يزون شوازي لو مومون تاع كيما راه شاهدوا الاخوه خوات امطار العائله يعني مشرده، وفي مومون كيما هذه مهدي خويا واش لاباس خويا؟ دخلت ساعة واش نقول لك تقول الحمد لله، مادام كان ربي يقول الحمد لله. في هذه الحالة مهدي راك خدام؟ نخدم عند البريفي، نهار كاين نهار ما كاش، ومن طول العشية نقرا. عيطت لك قبل من اتصلت بيا وقلت لي كالر، قلت لي على الثلاثة راني نحاول نخرج من الخدمة، وفي نفس الوقت اللي استغربتها أنك يعني تلميذ يعني تقرا. تلميذ نقرا. واش راك تقرا خويا؟ دروس مسائية في الإعلام الآلي. واش راك دايركم؟
تكنيسيان سوبيريور. تكنيسيان سوبيريور في العلامة، يعني النهار كامل خدام. النهار كامل خدام، نخرج من 7 تاع الصباح، العشية نكمل على 4، من 4 ل 5 نبداو ناكل دو صور تاعي حتى ل 8 تاع الليل. من 8 تاع الليل حتى باش ندخل للدار، لحد الآن دوك ماك شوف ما عندي حتى الدار، راني بايت برا. دركا واش قلت لي يعني وراك ديباني دركا؟ أنا ديباني خطرة عند صحابي وخطرة ولد. أنا ماشي مشكل لي أنا. انا نقدر انا نيشان وبالك نقدر وحدي ندير واش نحب ندير كلش نقدر كان السلطه تقدر تعاونني عاون ندير كلش من غالب انا شو عندي عندي باب عندي ما عندي خويا عندي كافي عندي خاوتي صغار انا هادو هو اللي بيهم كراني وحدي انا وحدي انا باليش انا كنت جيت عايش وحدي في الدنيا هادي ندير كلش بالك صح لا غالب ما تحتاجهاش الدبلة هذه كنت ما نحتاجهاش قايتك ما نحتاجهاش علاش نحتاجها مادامني ربي عطاني يدي عطاني رجلي نقدر ندير كلش وعطاني ربي مخ لا غالب شي حاجة في الوسط عندي الاب عندي الام عندي الاخوة هذوك هما اللي جاوني فلوس ما نقدر ندير والو انا وحدي ما نقدر ندير وحدي لا غالب راك تشوف من الصباح منين نخرج 7 تاع الصباح من 7 تاع الصباح علاش ندخل 8 تاع الليل وين بي انا وين نروح وين نروح واش ناكل واش نشرب نخطر نحل في صحابي هاي بالك نجي نبات عند هذا بالك نعين نبات عند هذا نخير بالك ما يقبلش بالك ما يحبش وانا شكون بيا رغم هادي ما تقدرش تشوف رغم انه حق يكفلوا الدستور يعني انك العمل والسكن هذا حق يكفلوا لك الدستور بيسر ما حق من حقي انا من حقي نخدم من حقي نسكن من حقي الدولة هادي واش واش علاش راهي هنا علاش السلطات هادو علاش راهم في المنصب ديالهم يا اخي بفائده الشعب هادي واش من مكان انا واش ورانا واش من بلاصه انا في بلديه بئر خادم بئر خادم بئر خادم جزائر العاصمه جزائر العاصمه خادم واش من الشارع هذا ولا هذا شارع حي ابن رشد حي ابن رشد بئر خادم كل حال نقولوا نفرضوا مثلا مسؤولين واش ما عندك كلمه ولا تقدر تقولها في هذا السياسه هو المسؤولين دوك هذ كي دار عمو ما راهم واقفين وحبوا يعني يقوموا بالواجب تاعهم يعني شوفوا كيفاش يحلوا يشوفوا لي الحل الوضعيه اللي راني فيها هكذا وين تا دوك هذيك راني نبقى هكذا هما يعاونونا يشوفوا كيفاش يديروا يشوفوا كيفاش يجملوا العائله كيفاش يعني الانسان كيفاش يطم الدراري كيفاش يقريهم كيفاش كذا كيفاش ليه يعني مشكل يعني مشكل الدراري في جهه والمراه في جهه والدراري في جهه وين هذا وين انت هذا نحن نبقاو نستناو وراك ساكن انت درك سي رشيد يعني عند فاميليا فاميليا اه يعني كل واحد درك ولا كل واحد وين عندي دراري قراو كل واحد وين وكيفاش يقول لك هذا بناء اسره هذا كيفاش الاسره هذه نبنيوها هذه الاسره هذه كيفاش نبنيوها احنا مشردين انت راك داير ملف تاع سكن داير ملف تاع سكن واش من سنه داخل من 2001 2001 من 2000 ومن 2001 احنا داخل هكا 2001 درنا لا ديال و2000 درنا في سوسيال في البلديه ما دايرين دايرين الدوسي تاع السكنه ماشي ماناش دايرين ولا ما من ذاك العام حنا نستناو ذاك العام حنا نستناو ما كاش الدوله هذيك ما شافتش فينا نتمنى من هاد السلطات ينظروا للوضعية ديالنا و ويخرجونا من هاد الوضعية ولازم يعني يقوموا بالواجب تاعهم كيما حنا رانا نقوموا بالواجب تاعنا وبارك الله فيهم السلام عليكم مشاهدينا الكرام كان هذا فيديو مصور صوره النقابي المستقل ياسين زايد لهذه العائلة بالإضافة إلى عائلات أخرى وقفنا على معاناة هذه العوائل التي تشردت بسبب قانون لأن القانون لم يحميها قبل أن نتصل بالسيد حلفاوي رشيد سنستضيف ياسين زايد حتى نتعرف منه أكثر على أحوال هذه العائلة ياسين زايد أهلا وسهلا ياسين شكرا لانضمامك إلينا ياسين زايد ربما سنسألك نفس السؤال الذي سألناه المرة الفائتة حين تسلط الضوء على المواطنة ربيعة صغيط من الشفة في البليدة هل تلقيت اتصال مرة أخرى من هذا المواطن وغيره من المواطنين الذين سجلت لهم في هذا التقرير
حتى ربما تسلط الضوء على معاناتهم في غياب السلطات التي وقفت على معاناتهم وتخلت عن مسؤوليتها. أكيد أنه اتصالات المواطنين دائما أصبحت يعني شيء عادي، أنهم تحاولوا أنهم يوصلوا صوتهم عن كل طرق يعني ممنوحة لهم، والطريقة الوحيدة اللي وجدوها هي اتصال أو محاولة إسماع صوت عن طريق يعني اليوتيوب ولا عن طريق أحد النشطاء اللي يعملوا في الميدان. وبالتالي وهم على كل حال يعني هذه الشريحة من المواطنين ماهيش استثنائية، بحكم أنه الكثير والكثير من المواطنين راهم يعانوا نفس المشكل. وهذا شيء مؤسف كما أقول دائما، أنه شيء مؤسف جدا. يعني هذا الوجه الآخر للجزائر، والوجه الحقيقي للجزائر. الوجه الحقيقي للجزائر بحكم أنه الكثير من المواطنين اللي راهم يعانوا من هذا الأزمة هذه ومن المشكل هذا. وهذه العائلة يعني خير مثال، أنه عائلة يعني كانت أسرة عادية، اللي إحنا نصوروا يعني نقولوا بكل بساطة أنه من المطلبين تستعدل سير إيفاني اللي كانت عايشة حياة عادية، الأب عامل في مؤسسة، الابن كذلك، والشيء اللي نموذج يعني حتى الشاب يعني ربما راح حتى في 14 انه يدرس في نفس الوقت يعني يعمل كان يعني اراده تاع انه باش احكي اراده تاع عائلات جزائريه انها يعني تعمل وتجتهد، ولكن في ظرف مثل هذا او في حاله مثل هذه الشاب يعني لاحظنا انه يعني كانه يعني ما عادش عنده امل كبير، يعني كيف يقدر يدير يعني صحيح. يقدر يقول لك يعني في طيب ياسين يعني كان على نفسي يعني انا ما نحتاجش الدوله هذه ولا مستعد نخدم وندرس في نفس الوقت ذلك، ولكن نشوف الحاله اللي راه عايشتها العائله تاعو اللي هي يعني طيب ياسين ياسين للأسف للأسف فعلا للأسف. طيب ياسين لأنه نعرف باللي بلد مثل الجزائر يعني غير مقبول أن العائلة الجزائرية وكثيرة جدا جدا تعيش الظروف خاصة في يعني طيب ياسين رجاء ياسين ياسين باعتباركم هل فقدنا ياسين للأسف، ربما سنعود الاتصال به خلال هذه الحلقة، ولكن معنا الآن السيد حلفاوي رشيد الذي كنا نشاهد الفيديو. السيد حلفاوي نعم. سيد حلفاوي رشيد أهلا وسهلا بك في حلقة اليوم من مواطنين مع وقف التنفيذ، شكرا لانضمامك إلينا. سيد حلفاوي المشاهدين كانوا يشوفوا في الفيديو اللي صوروا ياسين زايد النبي النقابي المستقل، وكانوا يشوفوا أن العائلة مشردة والسلطات وقفت على أوضاعكم وشافت وعرفت وعلمت ولكن لم تفعل شيء. طيب الو سيد نعم سيد حلفاوي هل ما زلت اوضاعكم على نفس الحال كما شاهدنا الفيديو؟ والله ما زالت الوضعيه ما زالت كما هي هي، ما كان حتى واحد يعني يقول لك ياخذ قرار وكذا وباش يعني يسلكنا من هذه المشكله هذه ويخلينا من هذا التشرد هذايا ونطموا العائله تاعنا ونسكنوا ان شاء الله يعني ويديروا المجهود تاعهم. انا راني خدام على كل حال، راني خدام هنايا فلوس عندي وكل شيء. طيب سيد حلفاوي رجاء اعطينا عنوانك انت، البيت اللي صورك فيه ياسين زايد وينه؟ واسمه فيه مع شارع ابن رشد بالخدم. شارع ابن رشد بالخدم الجزائر العاصمة. انت قلت في الفيديو انه السلطات وصلت وشافتك وقالت لك يعني ما عندها واش تعمل لك، طيب انت في رايك اذا ما تعملكش السلطات شيء مين يعمل لك؟ لا راهي تما ما زالت في البلاصه هذه، المدرسه اللي راني نهضر عليها ما زالت تمايا. طيب انا سيد حلفاوي انا سالتك يعني اذا السلطات بنفسها وقفت على حالتك وقالت لك يعني على حسبك حسب ما قلت في الفيديو انها لا تستطيع عمل شيء، كيفاش؟
السلطات وصلت وقفت على الحاله تاعه وقالت لك ما نقدروا نعملوا لك ولا شيء، يعني من هو المخول؟ يعني مشكون اللي هو يقدر يعمل لك شيء؟ لا لا شحال جاوا تما وشافوا ومام المير على باله وشاف الوضعيه وكلش. طيب سيد حلفاوي، نعم سيد حلفاوي، يعني الفيديو كان واضح وانت قدمت، ما هو اخر كلمه؟ ما هي ماذا تطلب من السلطات؟ يعني كي شفتي الحاله كيفاش وكذا، دوك حنا رانا ولا غير اسم ولا غير يتاسف الانسان، يعني كيفاش من جهه وحنا من جهه والمشاكل صحيح وكي تشوف البرد وكذا ولا وحنا رانا براك شوف. طيب سيد حلفاوي انت واعي انك مواطن وعندك الحق في السكن خاصه في ظروف قاهره كما هذه؟ ايه دوك انا عندي الحق وكذا ولا بصح هاد السلطات هادو ما يقدروا يديروا والو ولا كيفاش؟ طيب سيد حلفاوي ما يقدروش يديروا ولا مانيش عارف انا. سيد حلفاوي توزعوا اخر كلمه راهي عندهم. سيد حلفاوي توزعوا سكنات ولم تستفد منها؟ نعم توزع البلدية اللي تسكن فيها وزعت سكنات وما وديت ما ديتش سكنة مثلا ولا ما فيش توزيع سكن؟ واسمه ما انا رحت قالي مازال ما قالوا لي ما كان والو بصح هما يعني في الوضع الحالي هذا يقدروا يعني يديروا كاش حاجة يقدروا يعني واسمه له يتصلوا بهم السلطات وكذا مع البلدية وكذا يقدروا يسيبوا لي حل ان شاء الله. شكرا جزيلا لك المواطن حلفاوي رشيد من بير خدم الجزائر العاصمة. نتحول مشاهدينا الكرام الى ياسين زيد الذي عاد الينا. ياسين 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 اتاسف عن قطاع الخط، لكن نود ان نسالك يعني في حالة ما السلطات اللي هي معنية انها تقدم من واجبها تمكن المواطن من الحصول على السكن اللي هو حقه، يعني بعد هذا يعني هل معنى هذا انه المواطن مصيره في مهب الريح يعني يقعد في الشارع؟ والله كثير قلت دائما الحالات هذه اللي اتصلوا بنا واللي يحاولوا اننا يعني يطلبوا منا باش نوصلوا صوتهم دائما ياكدوا على انه السلطات غائبه وكلهم يعني هذو ماشي ناس راهم يتصلوا فقط من اول وهله يعني راهم يحاولوا ومعناتها يلونطان تو لي بروسيدور يدفعوا الملفات يراسلوا السلطات ولكن السلطات دائما غائبه. طيب انت في رايك ياسين اكد فاكد على يعني عدم جديه تاع هاد الناس هذه اللي راها مسؤولين وتصور بلي ان المسؤوليه هذه يعني ما راحش يتحاسبوا عليها يوم القيامه. طيب ياسين حتى يحاسبوا عليها يوم القيامه المسؤوليه مسؤول في هاد وشوف ظروف مثل هذه مواطن جزائري يعني طيب باطفال نساء يعني يترموا في الشارع وما عندوش قلب باش يحس به وما عندوش قلب اللي باش مانيش عارف انا يعني واش من يعني مش عارف اذا كانوا يقدروا يشوفوا وجوههم الصباح يعني في المراه ولا يقدر مثلا المسؤول هذا اللي راه ربما يسمعونا هكا يدخل مساء البيت تاعه ويقابلوا اطفاله في الدفء وفي شكرا ياسين ياسين زيد النقابي المستقل شكرا جزيلا لك وشكرا على مجهوداتك. مشاهدينا الكرام سنتحول إلى الأسرة الثانية وهي أسرة السيدة ليلى غطاس المتكونة من 5 أطفال، نشاهد الفيديو. السلام عليكم. شراك مالا لاباس؟ لاباس كلي الحمد لله. الحمد لله، اسمك الله ماذا؟ أنا وسمي غطاسيلة. مطلقة وعندي 5 دراري. الله يبارك. هذوما الوليدات؟ ها؟ هذوما الوليدات؟ هذوما ولادي 5 دراري. هاهم. راكي ساكنة هنا مدام؟ هاي ساكنة هنا من دون هذا كراج برك يا أخي. هذا كراج. كيف قصة هذي؟ أنا كنت ساكنة برا، مع كنت ساكنة عند جوستي. ولستي الله غالب ضيق عليها. خرجت.
حاصلهم لي 21 نوفمبر تاع الحمله تاع حمله تاع باب الواد. ايه ولادي في كراطن هادو. هادي 2001 ولا؟ ايه 2001 كان ولادي في كراطن، كنت برا. هذا كسرتو بشويه بما زال ما دخلتلوش، كنت في الشتا برا. هادو كنت دايتهم في كراطن. وحاشاك تعقبت لهم باش يسبيو في الليل. ونقعد في الحوش. ما كانش فين نقعد. ما كانش كامل. من بعد كيفاش رالك جيتي هنا؟ هادي وين كانت من تابع الكراطن؟ هادي تاع لوناري. لوناري؟ ايه. راح في 99، في لافات تاع 99. وانا كي شتوها كما جاش عام قلت للزوج تاعي، قلت له التعيش لازم نكسروها، لازم ندخل فيه، ما عنديش وين نروح. كي يجوا يخرجوني نقول لهم بلي ما عنديش سكنه. ومن بعد هاي فتحه هنايا، هذه فتحه من تحتها اللي يواسها رجلي، وحبطنا الريدو ودخلنا. دوكا هنا ساكنين حتى ما كاين دراري هنا اللي نورمالمون كبروا هنا ولا؟ هاد الزوج، هاد الزوج هادو زادوا هنا. اه. كش ما كي دافع الطلب تاع السكن مثلا؟ درت وجاو عندي، وجاو عندك، جاو عندي وشافوا هذه الحالة، وشافوا الحالة. واش من عام هذه؟ جاو يا ربي نظن نقولك. عندك حتى الوثائق؟ عندي، جاوني في 2008 وديجا درت الدوسي، درتو لو 6/8/2002. اي وعندي الرقم تاعو. وريني مرة. ها. وصل هذا تما اون 2002 راك حاطة الدوسي. كي قالوا لي راكي ساكنة قلت لهم راني ساكنة في الكراج تاعكم تاع البلدية. قالوا لي واش من الكراج؟ قلت لهم تاع لوناري. وجاو عندي تاع الحراج. ها هاو اسمه انت هنا يعني زايده في الجزائر العاصمه؟ زايده في الجزائر العاصمه. ولاد كامل زايدين هنا؟ ولادي ولاد الحراش، باباهم ولاد الحراش. دونك جات اللجنه واش قالوا لك؟ جاو شافوا هنا؟ جاو شافوا قالوا لي صبري حتى ربي يفرج، انا نستناو. ودوك جاتني ازمه واحده اخرى يعني. جاتني وشنو المشكله دوكا؟ المشكل تاعي جاني السيد قال لي خرجي من الكراج. هذا السيد هي قلت لي تاع لوناري ولا؟ هي تاع لوناري. فجاه جا قال لي، ما قاليش ليا، جاب لي لوسي بلغ لي الحكم، حوس عليا جاني للدار. قال لي مدام لا ندخل للدار. قلت له تدخل السينما تدخل انت، لوسي جاك من المحكمه تدخل عندي. قال لي باش تسيني، بس جاني واحد بلغ لك الحكم تخرجي من الكراج. قلت له هاي لاكارت تاعي، ماركه لاكارت، ماركه كلش. وقفت، كي وقفت في الشرع قالت لي البروكيور، قالت لي ماشي انت، قالت لي لازم الراجل تاعك. قلت لها يا سيده رايسه كيفاش الراجل تاعي؟ انا راني ساكنه عندي راجلي عامين، عام راح عليا وعام طلقني. ودركا يعني درك مدام يعني فرضوا مثلا دركا تي ديجا الحاله ديجا راها مشكله كبيره. انا وليدي مرض هذوك عمرات يعني شوف يعني حتى في الحيطان يعني او الكراج هنايا. شوف المملكه كيسالي. قلت لي حتى الما فيها مطار كيما نهار اليوم ولا؟ البارح لي كامل، البارح لي كامل. اصلا هكذا وراهم يطلبوا فيك باش تخرجي يعني مدام. درك انت تخرجي وين راح تروحي يعني؟ عندك فرضنا مثلا جاء حكم قضائي ولا وين راح تروحي؟ ما نكذبش عليك ما نخرجش. كون عارف نقول لك حاجه، ندير حاجه في عمري، ندير هكا نقعد انا مع ولادي، ما عنديش وين نروح. ديجا انا نخدم على ولادي، نقعد مع ولادي وهي رايحه. واش تخدمي مدام؟ فام دي ميناج، منظفه. منظفه في المؤسسه. وفي الديور نخدم في الديور هكايا، نواسي نخدم في الديور. نكذب ما نكذبش، ما نلحقش باسكو وحدي. واش حبيبنا صباح؟ لاباس خدام خويا؟ نخدم في لي باركينغ. باركينغ؟ شحال كان عمرك؟ 19. 19 سمك الله. امين. امين. تما ملي تعقل على روحك كامل راك في هاد البلاصة؟ اه ملي شغل ملي تحت عينيا ولا في هاد البلاصة هاذي. كراك تشوف فيها يعني تشوف بلي كاين حل، كاين عندك أمل باش تحل المشكل كيما هاكا ولا؟ زاد لكم المشكل هذا دركا تاع لي يخرجوا فيكم أصلا من كراج. اه ما نجمش نقولك يا خو، واش ما نجمش شغل نلحق دا خدمة دا ماشي حادثة كبيرة. زاد جا المشكل هذا وزعما هذا ولد حومة هذا اللي حبيت يدير كراج. مامو يعرف العقلية بلي ما كاين ماشي لاحقية. ما في تخرج كدا يشوف ماشي ما نجمش. دوك باركينغ دبات اللي كامل خدامة في الليلة برد وشتا هنا، وانا قاعد في الطوموبيل ناس في كراس. المهم تاكل زعما تاكل خبز دخل جورني تاعك. اه نسير هادي يا. لازم مش ياكلو خوتي صغار. وكيف دركا الحال من تجي دركا عايش كيما هكذا الظرف و انت كراك تصور الحل يعني كيف راك تصور الحل؟ ما خو ما كاش كيفاش نقول لك؟ راك تشوف فيهم دايا ما تنجمش شغل البرد الشتا الما يدخل عليك كدا ما دبينا شغل يعطونا سكون الدولة هادوما. هي في الواقع هي 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 الدستور الجزائري يكفل لك هذا الحق، حق في السكن هذا حقك على كل حال. على بالي. ما كاش
لي من نروحو نقولو رانا سكنا ما كاش لي من تقول ديجا الدوله راهي هكذا هكذا راهي هكذا مرض نورمال مرض كيف قلت لي انت راك مريض شويه ديجا ايه مرض من قلبي بصح نورمال شغل باش لازم تخدم الصوفي خاوتك هكذا مش عادل ماكاش صديق عام مرتا قلبه إيه بالنسبه لك عادي المشكل ملي كنت صغير انا مرض مرض القلب هذا نورمال لا غالب لازم تصوفي خاوتك صغار هكذا يماك مش عادل ما ضامكش ما عندك كلمه ولا تحبي تقولي كلمه الا كان فرضنا مثلا المسؤولين راهم يشوفوا فيك واش تقدري توصلي لهم انا مادا بيا راهم يشوفوا حالك كيفاش دايره انا احنا جزائريين يا اخي ها اللي حبوا يعطونا حقنا يخلونا هكا ضايعين يخلو يجي في رايك يخلو الدراري مع يماهم ام وخمس دراري برا اللي عندهم قلب شو قبل اللي عندهم قلب ولا ما عندهمش لا هما يسكنوا ساكنين ويرقدوا لاباس بهم وحنا بيتين قاعدين انا كي نشوف الشتا تصب قلبي ولا يخبط على جال الماء واش من البلاصه هذه واش من البلاصه هذه هذا هذه سا ميزون هذه بالفور حسن بادي 14 حسن بادي بالفور شريف اه انا باسكو تشعلت فيها النار مشاهدينا الكرام في الواقع حاله اجتماعيه يعني لا تحتاج لتعليق سنتصل بالسيدة ليلى غطاس بعد الفاصل ابقوا معنا مشاهدينا الكرام أهلا بكم مجددا في حلقة مواطنون مع وقف التنفيذ كنا شاهدنا الفيديو الخاص بسيدة ليلى غطاس أم لخمسة أطفال والآن ليلى غطاس معنا عبر الهاتف من الجزائر سيدة ليلى أهلا وسهلا بك مساء النور ليلى شكرا على انضمامك إلينا ليلى كنا نشاهد الفيديو الذي صوره معك ياسين زايد النقابي المستقل يعني الفيديو لا يحتاج لتعليق يعني الصورة والوضع مؤسف في الحقيقة ويعبر عن حاله هل وضعك ما زال على ما هو عليه؟ يا أختي السلام عليكم السلام ورحمة الله ويعطيكم الصحة على هذه الحصة هذه شكرا ليلى ونشكرها بزاف شكرا شغل هاد مش نقول لك مش نعبر لك ما زالت وضع تاعنا ما زال كيما راه حنا هكا كل ما كتب علينا الشتاء ما نكذبش عليك طيب ليلى ليلى فينا خلعة طيب ليلى احكي لنا يعني انتم بالنسبه لكم الامطار تصير نقمه مع انها نعمه ليلى احكي لنا يعني مسيرتك مع مشكل السكن يعني باختصار لان شفنا الفيديو تاعك بالتفصيل وماذا بينا نسمعه يعني ما هو الشيء اللي تحوسي عليه يعني السلطات يعني تهتم بك يعني في اقصى سرعه وكيف حتى وصلتي لهذا المرآب هذا بخمسه اولاد مش نقولكم انا مدادية انا يجي يشوفوني برك هذا ما كان ليلى ما جاوش شافوا عندي واحد الوضعيه كما يقول لا تطاع صح فهمتي ليس حاليا صح البرد في داري يعني يد قالت ما داك المثل يد واحده ما تصفق يا اخي صح صح, صح. دوك حنا واش نحوسوا حنا نحوسوا يعاونونا يجي يشوفونا جاو عندنا ماشي ما جاوش صح البروبليم ملي كما نقول لك غلقوا علينا الكاي الكره غلقوه ما عاودوش حلوه حنا حبينا نشوفوا انا ولادي مرضوا ولادي كيما راهم مرضوا كامل انا كما نقول لك يدي واحد يدي نخدم برا ونخدم لداخل صحيح نخدم في مؤسسه خمسه اطفال يعني مهمه شاقه صح الله يعينك ليلى يعطيك الصحه عييت هذه الدوله هذه لا يحبها تعاوننا وتعاون كامل الجزائريين اللهم بارك احنا معاها وهي معانا صح يا اخي صح اختي صح هكا اللي نحبها انا حبة يجي كيما عندي طفل صغير كبير هذاك وشويه كل اللي شغل يهترف يقول لي مادابيا حبيت سكنه حبيت دار حبيت الباب اللي غلقوا
وليلى ليلى هذا حقك الدستوري اللي يشرعه لك القانون، بموجب القانون انت عندك حق في السكن وخاصه في هذه الظروف. ليلى انت قلتي انك عامله نظافه بسيطه وكذا وتعيلي 5 اطفال، هل تتحصلين على اي نوع اعانه من الدوله مثلا لاعاله هؤلاء الاطفال؟ نقول لك ايه، كش من هذه كاع كش لي عاونك كما يقول لك انت هذاك ما تجيبهاش بيديك، ما كاش لي عاونك كامل، ما كاش صح، ما كاينش عندك حتى تخرجي وديري وتعاملي وتوسي انا وحدي ولا ودي ديجا كما نقولوا ولادي راهم يكبروا سورتو الكبير تاعي صح شفناه ان شاء الله صار شب الشهريه تاع المؤسسه هذه لين نجيبها وين تروح صح تعرف تواوت واحد عنده قلب واحد عنده السكر واحد عنده الرجل تاع عينيه طيب ليلى كم صار كم يعني انت تقدمتي بطلب سكن وكل مره مثلا يوزعوا السكنات وما عطاوكش او لم توزع السكنات في البلديه اللي تسكنوا فيها؟ هذا انا كنت شايف قدامنا احنا البلديه الحرج كيما تسكنوا داك الطير عليه. كنت شايف قدامنا احنا على قاعده احنا كنا نشوفوا احنا نروحوا نحرقوا احنا نروحوا نكسروا. طيب ما نقدروش باسكو علاش احنا جزائريين؟ كما يقول هذاك احنا جزائريين من حقنا ندو السكنة. صحيح. كيفاش واحد براني يجي يدير براكا يلعب يبني برا ويعطوا له السكنة، واحد مسكين قاعد ما يبغيش قاعد ما يبغيش قاعد حاط الدوسي حاط ألف حاجة وقلت لهم باللي ما كانش عندي معاونة ما كانش اللي يعاونني. صح. حللت لهم قلت لهم أروحوا تشوفوا أروحوا توسروا والو. طيب ليلى هي المرأة قلت لهم صحاب البلدية بلدية الحراش جاو ما جاوليش كلهم يقولوا لي دوك نجو والو. طيب لا ليلى انت في رايك توزيع السكنات، في سكنات تتبنى وفي سكنات تتوزع وفي ناس تشكي انها ما تحصلتش السكن من مثلك، يعني انت في رايك توزيع السكن الاجتماعي عادل ولا غير عادل؟ انا لا يديروا فيهم دوكا السكن اللي وزعوا فيه فهمتي اختي ما تكش منها هذه ما همش يعطوا في حقوق الناس. صح. انا حبة طيب واحد عنده حقه ما مش بدلهم ما كاش منها كاع من الدغل يعرفوا لهم. طيب علاش عم يديروا هكايا؟ يا اخي احنا ولاد البلاد ولاد الجزائر ومن حقنا ولا مش من حقنا؟ طيب من حقك ليلى وشكرا جزيلا لك. الفيديو اللي صوره معك ياسين زايد يعني كان يعبر على كل وضعيتك، يعني كان شامل ويعبر على وضعيتك، ونتمنى ان السلطات يعني تاخذها بعين الاعتبار لانه هذا من واجبها والبيت من حقك. شكرا لك جزيلا السيدة ليلى غطاس، كلمتينا من الجزائر الحرش الجزائر. مشاهدينا الكرام، الأسرة الثالثة اللي هي من عائلة ليلى، يعني هم من عائلة واحدة، عن الشاب بن صغير محمد الذي كذلك سجل معه ياسين زايد في هذا الشريط، تابعه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. واش راك حبيبنا؟ الحمد لله. لاباس. اسمك الله خويا؟ محمد. محمد؟ بن صغير محمد. بن صغير محمد. شحال في عمرك خويا؟ عمري 23. الله يبارك. ساكن هنا؟ ساكن هنا، من زدت وانا هنايا وزدت قبل تزوجت هنا وبنيت هنا. تسمع عندك العائلة ثاني ساكنين هنا؟ عندي يما ساكنة هنا. الكراج هذا اللي منا؟ اللي منا. تراك متزوجة هنايا؟ اجي هنا. خدمة خدام شوية ولا؟ مانيش خدام الموفيقة منا ومنا. ما تحتش دوسي ولا؟ ما فتحت الدوسي ما دفعتوش ما كاش اللي يوري لك. انت اصلا العائلة تاعك دافع الدوسي من بكري وتسمى قول لي البكري دافع الدوسي ما جاوش اليوم يجوني انا عندي عامين وانا هنا. وشو برد يعني في كراج كيما هكا شويه انسيبورتابل. يدخل منا التلميذ يدخل منا عليا. شوف حتى المطر يعني راه. وعليكم الشمخ الشمخ تاعهم. ما عندك كلمة تقولها؟ فرضوا مثلا كمسؤولين تطلعوا يشوفوا في هذا الحي هذا اسمه قلت لي الحي يشوفونا يطمنونا بلي كاين رحلة وكاين وين حنا قوم بعد اللي راهي عندنا يجوا يشوفونا الحي هذا اسمه قول له بلفور يجوا يشوفونا يطمنونا بلي كاين رحلة وكاين هكذا ومو واحد يصبر ما كاش ما يجيش تمنى نهار اللي زدتونا هنا ما بيش قال اسكو احنا نروحوا اسكو نريحوا هنا حتى نموتوا. يجوا يشوفونا الناس تلقوا تلبس بها احنا نلقوا الشتاء تبدا تصب
نكونوا قاعدين. أنا شفت حتى في كولوار هنايا والعائلات، شحال كاين من العائلة في هذا؟ كاين 10. 10 عائلات كاع عايشين نفس الدار. 10 عندهم عام اللي رحلوا هنا في بيفور كامل، رحلوا الناس، حنا ما جاوش من با شافونا. صافي هنا نسكنوا. داوهم نسحاولوا حنا، حنا ما جاوش كاع شافونا. اتصلتوا وحاولتوا يعني كيما العائلة تاعك انت؟ جدي مات وهو يجري علينا وما كاين والو. رايح داك واحد حبط الحرج ضربته طوموبيل مات. الله يرحمه ويسكن. ما جدي يعرف من شو يعرف القانون منه، يجي بالكوارط ويروح عند المي ويروح منه ويروح منه، بصح ما كاين والو. تما برك تجري كامل وبالحاله هذه ما كتشوف فيها باللي كثر عاد تحل يعني كثر. مش عندي انا شاهدين فيها ربي سبحانه. قلت لي انت وما زعما فولي باش ترونسميتر ميساج لي ريسبونسابل ولا اترافير نقولوا حنا هاد الفيديو ولا هادي بولا دوموندي سامبلومون تقولوا لهم برك روحوا شوفوا. روحوا شوفونا طمنونا بلي كاين سكنه واحد. اسكو تستاهلوا ولا ما تستاهلوش؟ معليش نستناو حنا، ماناش من هذوك الناس اللي يحرقوا ويكسروا. حنا انا قاعدين هنا حاكمين الدار وقاعدين واش غنديروا. يجوا يشوفونا برك يطمنونا بلي كاين سكن. سي ليسونسي على دمع. مشاهدينا الكرام، كان هذا الفيديو للشاب بن صغير محمد، ولكن في الحقيقة لم نتمكن في هذه اللحظة من اتصال به، ولكن معنا خال محمد اللي هو شملال لطفي، وقد قلت أنهم عائلة واحدة. شملال لطفي سيكون معنا عبر الهاتف. سيد لطفي أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، شكرا على انضمامك إلينا سي لطفي. كنا نتحدث مع محمد بن صغير اللي هو أعتقد هو ابن أختك، صحيح؟ صح، هذاك وليد أختي. وليد أختك ما قدرناش نتصلوا به، كنا نتصلوا فيه ما كانش يرجع لنا للأسف لعذر ما، ولكن بما أننا سنتحدث إليك أرجو أن تبقى معنا حتى نشاهد الفيديو الذي صوره معك ياسين زيد. السلام. واش راك خونا؟ لا بس الله يحفظك. واش اسمك الله خويا؟ شملال لطفي. شملال لطفي؟ نعم. راك ساكن هنايا؟ راني ساكن هنايا. عندك زوج دراري انت وسيدة؟ عندي زوج دراري. الله يبارك. الله يبارك فيك. عندي طفل في عمره 4 سنين وشهر، وعندي طفل عنده 18 يوم. 18 يوم هذاك اللي شفناه دركا. اللي شفته دركا هذاك. وحنا البلاصة هذه واش اسمها هنايا؟ سميزون. هذه البلاصة اسمها حسن بادي، تابعة لبيلفور. تبع بيفور دي بلدية الحراش. وراك مشعل من العائلة هنايا في الحالة؟ أنا دركا تسع عائلات لهنايا، وعندنا بزاف، والسلطات المعنية جات شافتنا جاو شافنا لجوامير والمير على بالو بينا وكاع وكلش، وعام يضمن عام يقولوا لنا إن شاء الله راح نرحل لكم، بصح ما شفنا والو. عندنا حنا أنا دوك عندي مدة 6 سنين زواج، وأني باني وأني كون راح نهبط بالي يقولوا لي خدام كوزا خدام أساس باركينغ في الليل. أساس باركينغ وأنا إنسان مريض، عندي كيسبيليبسي، وعندي كما يقولوا بطاقة تاع المعوقين. هاي عندي هنايا بطاقة، بصح ما كان والو. هاك تشوف أنا عايشين في الميزيرية. ما جاوش كاع لي ريسبونسابل، ما جاو ولا جاو شافوكم؟ جاو شافونا وقالوا لنا إيه. سمع على بالهم بلا سيتياسيون. على بالهم بلا سيتياسيون، عندهم بزاف المير على بالو لي جوامير، بلادي الحاج كاع يعرفونا. تهبط الحراش يقول لهم شكون يكون في البرا، يقول لك شملال لا فامي شنو معروفين حنا قدام، حنا ولاد هنا. زدتوا هنا؟ زدنا هنا. بلا كان واحد جان زاد هنا وتزوج هنا وراه في نفس ال. عندنا ولاد اختي دوكا في عمره 21 سنة 22، زاد هنا وتزوج هنا، راهو هنا وهو الفوق في الدار الفوق يعني، وقلت خذ ليه وشفته ان شاء الله. وهاك تشوف يا خويا هانا قعدنا عام يضمن عام، يقول لك هانا قريب. كاين هاد الكوزينه منها عندي كوزينه وعندي كيما اسمح لي يعني لي تواليت هنا سانيتير وين يا خويا؟ عندنا تواليت الفوق كوليكتيف، واحد الفوق جايه كوليكتيف عادي الساكن. معناتها نزيد نشوف، خلي نشوف برك، خلي صح خلي بعدي. شوف هاك، شوف يا اخويا، شوف الوضعية تاعنا هادي. شوف من هيك واحد الحيط الشرقاع. وشوف يا اخويا ها. واش راك وليدو؟ لاباس؟ انا اسمي نبيل. واسمك؟ اسمي نبيل انا. رابع؟ نبيل. راك بردان شوية ولا لا؟ ماكش بردان؟ تقرا نبيل؟ مازلت صغيرة. راك كبير راجل نتايا، كيفاه صغير؟ راك راجل. راجل صغيرة. كبير. الطفل هذاك الصغير اللي عنده 18 شهر هذاك عنده 18 يوم هذاك زاد له 9 جونفي 2012 دوك عنده 20 يوم 20 يوم. تسمى هذا واش كاين؟ شوف الوضعية تاعنا يا خويا، الميديتي تاني تو ها. شوف يا خويا هاك، شوف هاي الوضعية تاعنا ها.
والله غير يعني بزاف يا خويا والله غير بزاف. نخلوا على البرد الدراري البرد غطي غطي عطف البرد البرد بس كان نحطوا هذا ليزار يا خويا. ما دام واش الحاله واش تقول لي فيها مفروض مثلا اسمح لي نعطيك التليفون تاعي مع السيد انا ماذا بينا نعطي السكونه نتاعنا من هذا المسيد كيفاش عليك بزاف البرد كتصب الشتاء الحمله بزاف انا شفت الشتاء البرد الضيق انا والله العجل الضيق ما يجونيش كاع الغاشي ما يجونيش ماشي دوك وعلى بالك وانا المراه تاعي هذه مدرع الميزان هاد المرة مدرع الميزان ما يقدروش يجوا هواليها بيسك على ولا خاوتها باش يجوا يهنوا لها شوف الميزان ما كاش ما كاش وين يزقدوا ها تشوف الضيق الميزيريه ما كاش وين يا خويا وين الزيت عليها هاي هاي الصوره تقول كلش هاي الصوره تقول كلش يا خو واش حبيت واحد كيما يقول لك يجهل من رحمه ربي ها تشوف يا خو حامدين. مشاهدينا الكرام اذا كنا نشاهد ظروف هذه العائله عائله شملال لطفي وشملال لطفي معنا عبر الهاتف سنسأله يعني ما مصيره لحد الآن ربما تغير في الأمر شيء. سيد لطفي السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سيد لطفي زاد عندكم زيود مبروك عليكم إن شاء الله تربحوا عليه إن شاء الله يا ربي. سيد لطفي في الحقيقة الفيديو يعني معبر ولا يحتاج لتعليق ولكن يبقى السؤال هو أنه انت عندك حق في السكن بمقتضى القانون وهو حق دستوري يعني لماذا في رأيك يعني لم تتحصل على السكن طول هذه السنوات مع أن ظروفك يعني استعجالية؟ أنا والله العظيم غير أنا حتى البركة ما زال ما فهمتش والله غير ما زال ما فهمتش يا أخت أنا نورمالمون كيما يقول لك عندي 6 سنين سكنة في البراكة وخلي دارنا أو عندهم واحد 23 سنة ملي روسونسرهم وما جاوش أنا يا ما على باش واش كاين في البلدية هذيك تاع الحراش لا إله إلا محمد رسول الله ما على باش جاب لي ربي الأخت حنايا ما يحبوناش ولا ما فهمتش مسك عليها عندها إن شاء الله عام ونص برك ملي جاو رحلوا غير هنايا رحلوا رحلوا ناس غير هنا برك وأنتم ما رحلوكمش قدامنا داوهم كاع غير حنا ما جاوش عندنا ما فهمتش أنا ولا عندهم اشكال معانا ولا ما فهمتش حتى البق مازال ما فهمتش. انتم حاطين طلب في البلديه واموركم كلها مضبوطه واوراقكم مضبوطه عندكم طلب. يا وحنا عندنا ماشي غير طلب عندنا طلبات دارتهم يما دارهم بابا الله يرحمه دارتهم اختي هذه اللي ساكنه اللي هذا واذا محمد كبر هنا وتزوج هنا عندك برك بزاف. يعني لا بابا اللي مقبل داير. اي يا سيدي ما قالك نحطوا البلديه يقولوا لنا روحوا ان شاء الله هاي فيها روحوا ديروا ربي وسنا هاي نستنى يقول لك هاد الشهر انا نجو هاي يا سيدي ومن بعدك يقول لك شهر ديزام زيد روح ليه يقول لك هاي اصبر زيد صبر وقال لك انا في ماشي في شهر شهر انا في عوام راهم حق هذه البلديه راهم حق رانا والله ما فهمنا بويسك على عام ونص ملي رحلوا هنا رحلوا منا هنا برك سيكوا ماشي بعيد علينا سيكوا يرحم بابك واحد 100 متر برك انا 100 متر كانوا زوج ساكنين راح لهم يحطوا حفطه يجوزوا يا الاخت يحطوا حفطه برك على بالهم باللي احنا ما حفوش ما فهمناش طيب واللي تقول احنا عندنا ما عندناش تراري حاجه قرب تقول عندنا ما لناش عباد ما لناش جزائريين انا جبت ربي يشوفوا فينا ما لناش جزائريين احنا جبت ربي يشوفوا فينا كيما يقول اجانب الحقره هذه حقره يا حمبابه كل دوكي هذاك واحد الله نقول لك حاجه مقبل انا قاعد وش تصب علي نقول لك قسما بالله القطره عطب الصغير او الاخر عنده 29 يوم او ذاك زاد 29 يوم كان تعبوا والله غير نخاف كل البارح تي سيتي نقول لك والله غير البارح غير بلادو غير نتا برا كلمه ما كنتش تو ونحل الفنة هاك واك باش يخدموني مزيه واحد يولي تحوم عليك غابه ودرا اللي تخدم منا البرد عطف البرد على نقول لك والله غير ميزيريا كحله والله غير ميزيريا كحله نبرك ربي ما فهمتش انا واش بهم واش بها البلديه هذه معانا طيب ما كان والو ما كان والو والله انا جاب لي ربي المير هذا قام دار زياده قاعد يدي اللي عنده يزيد له اللي ما عندوش يخليه اي يقول لك ما فهمناش هذا خلاص هذا دار عروق وهذا المير هنا يعرف لنا نقول لك هاك شريتك يعرفنا هكذا يعرفنا كيما انت تعرفي داركم وانا نعرف الدار
نعرف لا ما حدش يجي لي لان واحد راس الله عنده واحد في الكوموندات والو هذا ما قاعد اللي عنده يزيد له اخت اللي عنده يزيد له هذا يعني يعني سيد سيد لطفي انت شايف انه توزيع السكنات الاجتماعيه غير عادل هذه النظام الانسان ما يسقسيش ما يهدرش هذا واش عندنا ما راهوش عادل هذا اللي عادل يزيدوا له اللي ما عندوش يخلوه ولا في الميزيريه هذا نقول لك بلديه تاعنا تاع الحراش بلديه تاعنا تاع الحراش انا نقول لك كما يقولوا احنا راه ما فيها بالاعلام هاي بلا ما فيها بالاعلام هنايا يجوا الله غالب من الفوق ما يشوفوش الله غالب من الفوق ما يحسوش احنا اللي تحت ياكلونا هذوك صحابي تحت وكما يقول لك السويت احنا هايدا محقورين انا محقورين كما يقول لك والله ما عندي اشكال كل والله يا الاخت والله وكون جا انا عندي زعماك هايدا يجوا يشوفوا ويحقوا معايا ويلقوا عندي هيا بصحتهم البراكه من عندي كما يقول لك رجال ويدوها والله انا بحاجه كما يقول لك الساكن انا يقول لك انا مانيش عايش انا ولادي ومرتي ماناش عايشين رانا عايشين نص عمر مازال ما حسيتش انا عندي يرحم بابك اطبلها باش يدخل يقيل يزيد يروح من البراكه راح يقرا يرحم بابك خلي والله العظيم بغينا نتفقدهم في اللي غير واحد بواحد كتف اللور الله غالب الله غالب ولا غالب البرد غير هكذاك ولا غالب البرد غير هكذاك دوك هذه دوك انا حبيت نفهم حاجه هذه البلديه تاع حراس والله غير عندها تقول لي ما فهمتش انا عندها حاجه معانا ديك يا يكرهوا شملال يا ما يحبوناش هذه هي طيب سيد لطفي سيد لطفي حقرتنا سيد لطفي لكن احنا نشوفوا باللي السكن الاجتماعي يعني الدوله راهي تبني في السكن يعني طيب انت وين شايف الخلل في رايك انت وراه المشكله السكنه تتبنى وناس كيما انتوما ماهيش تدي السكنه وراه المشكله المشكله ماشي من صحاب الفوق كيما نقولها ماشي السلطات العليا المشكله راهي تحت راهم يلعبوا بالسكن ويمدوا ويزيدوا يدي ويزيد يدي وراه كيما يقول لك بزاف هو يدي ويزيدي ويزيدوا اللي دايرين به يزيدوا يدوا اي يقول لك حاجه راهي الدواء اللي ما عندوش او ياكلوه يعبسوا عليه او اللي عندهم او يقابل نور انا يقول لك البلد يتعاش بلد رشوه رشوه البلد يتعاش بلد رشوه ما كان والو اللي عنده يزيدوا له واللي ماشي ساكن واللي ما عندوش مسكين هذاك المكسر يزيد له يحبسوا عليه هذه هي سلطارينا طيب سيد لطفي من تحت اخت او من تحت من مير وجيبي الله غالب واش حبيت نقول لك هو ما الصح طيب ما عملت شكون حيسمع فيك شكون حيسمع لك جيت علي غبوا لك فمك طيب سيد لطفي ولهذا هل افهم انه ولهذا توجهت للرابطه الرابطه المستقله لحقوق الانسان لانه السلطات المعنيه ما سمعتش لكم ما شافتش فينا كاع ما شافتش فينا هذا هو السبب يعني سيد لطفي هل هذا هو السبب اللي خلاكم تتوجهوا للرابطه المستقله لحقوق الانسان اللي ممثل فيها هو ياسين زايد هل هذا السبب لانه السلطات ما شافتش فيكم توجهتوا للرابطه يعني اي نعم ما شافتش فيها توجهت للرابطه لان ندير حاجه اللي تخرج علي وتخرج على داري وكما يقول لك على داري وولادي والله غالب ما عنديش كيف ندير كيف نروح رحت توجهت للرابطه هذه والرابطه هذه الله يعطيها الصحه كي زدت شفت روحي هكذا ونحكي اسم تهدمت شويه ماشي بها ولا بالرابطه تهدمت اسم الصوت تاعي خرج كما يعني يقول لك هذيك اللي في قلبي خرجت هذيك الغده اللي في قلبي خرجت الحمد لله اسماني مفرغ علاش عاد نمشي وحدي ونهضر في الطريق طيب سيد لطفي بما انك تقولي مهبول سيد لطفي بما أن لم نتمكن من الاتصال بمحمد اللي هو وليد اختك طيب ممكن تحكينا بسرعه باختصار يعني على حاله محمد يعني حتى لا نغفله يعني نعطوا له حقه يعني بما انه ولد اختك يعني محمد ما هي وضعيه محمد اسره محمد ولد في البيت من 23 25 سنه وتزوج في نفس البيت في غرفه يعني اكيد ظروفه صعبه ثاني ممكن تعطينا فكره على محمد محمد هذا ولد اختي الصغير صح هذا محمد ما كانش غير محمد كاين خو هشام ثاني زاد كيما هو هشام في عمره 24 سنه 25 سنه زاد قبل محمد وهذا محمد مسكين ظروفه صعبه الله غالب يما زاد هنا وتربى هنا مسكين ترى انا شويه كاين نقول لك كان بيبي كاع بيبي وكبر والله غالب
وكما يقول لك بناء بناء دار بناء دار وين قعد هو هو كبر في هذا كما يقول لك كبر في السوق البلدي هذا تاع حسن بادي قعد في سوق حسن بادي مسكين قولي ما زاد ما كان زرع ولا خضرة كما نقول احنا مسكين ما عنده حتى وظروف تاعه صعبه الله غالب واش حاب نقول لك مسكين كما يقول لك هو تاع ما عندوش كيفاه هو احنا كما يقول لك حنايا وما كان والو كيف حبيتي مسكين هو يجي يلقى خواله ما كانش بصراحه الوضع مؤسف جدا جدا سيد لطفي الوضع مؤسف جدا جدا ان انسان يعني يعيش خمسه ويولد في غرفه او في بيت مثل هذا 25 سنه ويتزوج في نفس البيت في غرفه يعني بصراحة الفيديو يعني مش محتاج لتعليق الوضعية اللي شفناها الأربع عائلات يعني وضعية يعني المواطن خلي المواطن هو يكون هو اللي يعبر هو اللي قرر يعني في الوضعية هذه يتمنى يعني السلطات يعني لما تشوف الفيديو هذا تراجع نفسها وتستدرك نفسها وتقوم بواجبها لأنه السكن حق دستوري للمواطن حقه ويضمن كرامته لأن مواطن اللي عايش في ظروف هذه كرامته مهدورة في وطنه. طيب سيد لطفي شكرا جزيلا لك، إذا عندك نداء كلمة أخيرة تحب توجهها للسلطات تفضل. يا كيما يقول لك يا الأخت يا ربي راكو حابين تعطونا كيما يقول لك أنا جانا نحلو فيكم اسم بلادنا وجانا نحلو أنا نطيحوا بروحنا كيما يقول لك باش نشوف لما كان يحق دستوريني والو يا كيما يقول لك يا المسؤولين يا شوفوا فينا يا شوفوا فينا وش ربي احنا ما عندناش ما كان شوفوا فينا كيما يقول لك للدراري ماشي فيا انا برانبات يا ولد دراري كي ولينا كي ولينا الجزائريين ولينا نحلوا ونطيب بس انا جنب ربي ما عندناش في بلادنا ما عندناش في بلادنا ولينا كيما كنت تقولوا انتم حق دستوري والعامل ما كان والو يا ربي واش حبيت نقول لك يا كل شيء بربي انا نفهم حاجه كل شيء بربي ما هو ما غير عادات هذا نستعملها بصح كلش بربي والحمد لله كما يقول لك شادين في ربي وما وانا قانعين بربي وش عطانا ربي وكما يقول لك اذا حبوا يجوا لينا الله ما حبوش يجوا لينا كما هو بجهتهم وعلى بجهتنا احنا واقفين بربي. شكرا جزيلا لك سيد لطفي. في النهايه لكل جهه عليها ان تتحمل مسؤوليتها وكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. مشاهدينا الكرام نتمنى أن تتواصلوا معنا عبر إيميل البرنامج مواطنون@المغاربية.tv وهو نفس العنوان الظاهر على الشاشة. أرجو ألا تعانوا في صمت، أرسلوا لنا أشرطة الفيديو لوضعياتكم مهما كانت في السكن في العلاج في العمل مشاكل حقوقية. أرجو ألا تعانوا في صمت وحتى نسلط الضوء على معاناتكم ربما 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 يستدرك المسؤولين والوضع وينظروا إلى حالاتكم بعين المسؤولية. وإلى أن نلقاكم أشكركم على حسن المتابعة وأشكر كل العوائل التي شاركت معنا في هذه الحلقة. إلى ملتقى جديد مع مواطنون مع وقف التنفيذ.